اهلا بحضرتك استاذ شريف، اهلا فيك يا فندم. اهلا بك. بدايه، حزب البديل اليميني او البديل من اجل المانيا نجح مؤخرا في بلدتين او في ولايتين في المانيا، ما الذي يمثله او يمكن ان يمثله هذا التقدم لحزب البديل من اجل المانيا، خصوصا انه يحتل حاليا المرتبه الثالثه ربما في البرلمان الالماني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما يحدث في المانيا الان هو نسخه كربونيه مما يحدث في القاره البيضاء العجوز. صعود اليمين المتطرف أصبح ظاهرة منتشرة جدا في القارة الأوروبية، وألمانيا دائما كانت تمثل رمز الوسطية السياسية في فترة طويلة جدا، خصوصا في عهد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لأنها كانت مؤمنة بسياسة الباب المفتوح واحتضان اللاجئين والأجانب من كل الجنسيات، وهذا وطبعا الدفع بمحاولة اندماجهم مع المجتمع الألماني والاستفادة من طاقاته. طبعا هذا لم يأتي على هوى الكثير من المعارضة الألمانية، وخصوصا حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يمثل اليمين الشعبوي المتطرف في ألمانيا. في الأونة الأخيرة نغمت صعود اليمين المتطرف في بعض الدول، ما حدث في بريطانيا وما يحدث الآن في إيطاليا وفرنسا، كل هذه دول الجوار إلى ألمانيا نقلت العدوى إلى المجتمع الألماني والحياة السياسية في ألمانيا، وغذت طموحات اليمين المتطرف إلى أن يعود إلى الصورة وإلى الكدر مرة أخرى، مما دفعه إلى أن يكون هناك تواجد في الانتخابات المحلية الأخيرة في أهم ولايتين في شرق ألمانيا، ساكسونيا وبونربرغ. والهدف من هذا أن يكون هناك هز العرش الائتلاف الحاكم المكون من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. هذا هدف يعني حزب البديل من اجل المانيا، الائتلاف الاتحاد ما يسمى هذا الائتلاف الاتحاد. هذا الائتلاف في الاونه الاخيره تعرض الى مجموعه من الهزات العنيفه سياسيا ومجموعه من التهديدات لوجوده ولهذه الشراكة السياسية، وحزب البديل يحاول بقدر الإمكان أن يكون هناك استغلال هذا الموقف، ويحاول بقدر الإمكان أن يكون له دور في الحياة السياسية، خصوصا وأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت اعتزالها السياسة وأنها في الطريق إلى أنها ستسلم مقاليد السلطة إلى خلفائها في وهناك إحدى الشخصيات التي خلفت ميركل في على قيادة الحزب.